فما أحداث تهم الأمن العام، وقت يكون فما إنجازات، وقت يكون فما حاجة وأحداث نجموا نطلع عليها الرأي العام حتى يتحقوا من أنه استقرار الأمن في تونس ليس بمحض الصدفة، حتى يتحقوا أنه الأعمال القائمة بها الأسلاك الأمنية على مختلف أنواعها هي أعمال كبيرة برشا، هي ضامنة للحقوق والحريات، هي ضامنة لسيادة الدولة، وهي ضامنة لقوة أداء القوات الأمنية في بلادنا في الفترة هذه. كل من يحس بالأداء الأمني متميز سوف يؤكد أننا في مرحلة استقرار على عكس ما يمكن أن يروج له، وهذه الضمانة الوحيدة لكفالة سيادة الدولة التونسية. الكل اطلعتوا على ما تم إنجازه من نجاحات يوم 1 سبتمبر، تم معناها حجز أسلحة وذخيرة في عملية استباقية. وزارة الداخلية هبطت البلاغ هذا في شكل رسمي وبينت أنه فجر يوم 1 سبتمبر 2022 وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بنقردين من ولاية مدنين في عملية استباقية تم الكشف عن كمية هامة من الأسلحة الحربية والذخيرة، وذلك تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقد تم حجز عدد 11 بندقية نوع كلاشينكوف وعدد 14 مخزن ذخيرة وعدد 4400 إطلاق عيار وقع ضبطه في البلاغ المذكور. هذا ينذكر به فقط، ما هوش الجديد، هذا ينذكر به باش نشدد أنه هذا في فجر غرة يوم 1 سبتمبر. بالتوازي مع العمل هذايا باش تعرفوا اللي الأداء الأمني لا هوادة مع استقرار الأمن في تونس. يوم هذايا جديد اللي باش نعلمكم به يتعلق الأمر اليوم بعملية أمنية قامت بها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بمعية وحدات خاصة من الحرس والجيش الوطنيين بالتنسيق بطبيعة مع النيابة العمومية، ونأكد هنا على دور النيابة العمومية، وذلك إثر عملية رصد ومتابعة دقيقة لعناصر إرهابية. العناصر الإرهابية المسلحة هذه تمت عملية تعقب في شأنها وهي متحصنة بالمرتفعات الغربية لبلادنا، سواء التابعة منها العناصر هذه ما كان تابع منها لكتيبة عقبة بن نافع المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أو لأجناد الخلافة بالقيروان الموالية لداعش لتنظيم داعش. نجحت مصالحنا بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة على إثر العملية هذه. وصبيحة يوم 2 سبتمبر 2022 نجحت في القضاء على 3 عناصر إرهابية. حسب المعطيات الأولية هذه حافظ الرحيمي دونك وصابر الطاهري وبهاء السعيدي، مش المنصوري، بكري قلنا لكم منصوري، فماش المنصوري بهاء السعيدي، في انتظار تأكيد مازالة باش يشوفوا التعرف عليهم. أما دي مبدئيا هذوما لازمي. بالنسبة لصابر الطاهري هو هذايا راهو معناتها نائب أمير أجناد الخلافة بالمنطقة، معناتها راهو معناتها هذوما الشخصيات اللي تم هذوما الإرهابيين اللي تم معناتها القضاء عليهم راهم مهمين برشا في الهيكلية تاع أجناد الخلافة. هذايا الطاهري هذايا النائب لأمير أجناد الخلافة. العمل كان معناتها عمل إثر رصد ومتابعة دقيقة من قبل المصالح المختصة عن طريق الوحدة الوطنية لأبحاث جرائم الإرهاب للأمن الوطني، عمل جبار، وتم التنسيق على إثره مع الوحدات الخاصة للحرس الوطني والوحدات الخاصة للجيش الوطني اللي هي ساندتهم، وتم القضاء على المذكورين. فيهم شكون معناتها وقت اللي معناتها
تمت محاصرته محاصرة شديدة، قام بتفجير نفسه. هذاك علاش معناتها راهو هذوما معطيات أولية، نصبر شوية نشوفوا الذي هي نشوف كذا للتعريف بهم. والرابعة محاصر ومازالت العملية جارية.